عاوزة أحكي لحضراتكم على موقف حصل لي في رمضان اللي فات، ويمكن في ناس يكونوا يعني مروا بموقف مشابه في رمضان. عامة نزلت أشتري فاكهة في نهار رمضان وكنت صايمة طبعا. المهم وقفت عند راجل فكهاني وأنا واقفة بشتري وبقلب في الفاكهة، فجت ست لطيفة كده عرفتني ورحبت بيا وبتفرج على برامجك والجو الجميل اللي بيبسطني ده. المهم الفكهاني بعد ما الست لطيفة دي سلمت عليا حاسة كده يعني إنه إيه، أنا قاعدة بتطلع في التلفزيون فانشكح كده وزود الاهتمام. وأنا بمنتهى الانشكاح برضو سألته بقى، هو العنب ده حلو؟ قال لي آه زي العسل. وفي رد فعل سريع مني وبدون تفكير خالص قلت له دوقني. المهم أنا يعني أنا في حياتي رمضان من غير رمضان عمري ما دقت فاكهة من عند فاكهاني من غير ما أصلا أغسلها، ولا عمرها ما حصلت أبدا، حاجة ما حصلتش. فاللي حصل الراجل بص لي كده بذهول وما اتحركش من مكانه، ولا جه دوقني ولا جاب لي أي حاجة، يعني فضل باصص. والست بصت لي كده وانا كل ده خد ثانيتين وانا عادي يعني بيبصوا عليا معجبين بقى وكده. رحت بمنتهى الثقه قطعت حته عنبيه من عنقود العنب وقمت عاملاها بايدي كده في سابقه الاولى من نوعها وقمت واكلاها. اه معسل فعلا، يلا هات لي 2 كيلو. الراجل وزل لي العنب وحط لي بقيه الحاجات اللي انا اشتريتها وركبت العربيه ومشيت خلاص. وداخله على البيت وسايقه حاجه كده مسكره في بقي كده بطلعها، لقيت قشرة عنبة كده فجأة برقت فجأة وقعدت أصوت في العربية. يا خرابي، أنا فطرت من نهار رمضان، أنا فطرت وأنا صايمة، يا دي النصيبة، أنا فطرت قدام الست اللي قعدت تقول لي برامجك وإنتي أنا فطرت قدام الفكهاني عادي كده، يا دي الخيبة، هيقولوا إيه؟ طيب الناس دي يا جماعة شايفين اللي قدامهم هيقولوا حاجة من تلاتة، دي بكحة قوي، دي فترة ومبينة إنها فترة، دي بتجهر بالمعصية، دي بتفطر قدام الناس، يا عم فتاوى الصيام ايه اللي بتطلع تقدمها، دي بتاكل قدام الناس عادي في نهار رمضان. محدش يعني يقدر يحكم عليا ان انا نسيت ومخدتش بالي خالص والموضوع مش في دماغي ربنا سبحانه وتعالى. فالناس اللي مثلا ممكن تقول اصل احنا ملناش غير الظاهر، الحقيقة انه الظاهر بيبقى حاجة واللي مش ظاهر حاجة تانية خالص. يعني لو اي حد شافني وانا باكل في نهار رمضان هيقول دي فترة، إلا ربنا سبحانه وتعالى اللي عارف إن أنا نسيت خالص وسهوا غصب عني كلت عنبية من غير ما أخد بالي وأنا مغيبة تماما. ربنا يكتب لي اليوم ده صيام يعني أتمنى. طبعا الواحد بيعوض أيام ممكن تبقى زيادة يعني، إنما ربنا عالم بنية كل واحد، وبالتالي إحنا ملناش غير الظاهر. دي مقولة غلط، لانه المظاهر خداعه وبتبين حاجه غير اللي جوه البني ادم. والحمد لله انه الجنه مش بايد حد بياخد بالظاهر، والا كنا كلنا اتشوينا بقى. يعني لو بايدين الناس كده وقعدوا حكموا علينا بالمظاهر وبالظاهر، لا لا لا، يعني الرحمه مفيش في ايديهم رحمه، هم يعني ماسكين على الرحمه دي كان هم يعني ايه بخله جدا فيها. انما دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى اللي عالم بدواخلنا وبواطن الامور وما تخفي الصدور، ويعني احنا راضيين بحكم ربنا ومتعلقين برحمته. هنكمل سلسله حلقات الجنه. احنا بقى هنتكلم عن ايه؟ عن شكلنا ومظهرنا وثيابنا في الجنه، وهي كانت سلسله الحقيقه بداناها وانا مستمتعه جدا بيها مع فضيله الشيخ احمد الصباغ. انا بشكر حضرتك يا فضيله الشيخ على ان احنا بنتكلم عن السلسله دي، ان هي سلسله ممتعه ورائعه وفيها معلومات جميله. نبتدي في ثياب اهل الجنه؟ حاضر. اتفضل. توكل على الله. توكل على الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ودائما حضرتك نسيتي. أيوة أسمعها بقى. أسمعها. صلي على الحبيب قلبك يطيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثياب أهل الجنة، وقبل ما نقول ثياب أهل الجنة تعليقا على موقف حضرتك، أنت حضرتك سيدنا النبي قال في الموقف ده واللي يقع في الموقف ده رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا من كرمه ما بيحاسبناش على نسياننا. ده قولا إيه؟ قولا واحدة. انا ماليش بقى علاقه بالناس، انا ليا علاقه برب الناس. صح.